الكاذب ده من لدن فرعون، في الكاذب الاعلامي فرعون، هي ده طريقة فرعون. فرعون قال ايه؟ قال ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في الارض الفساد. طب بالله عليك من مفسد يا فرعون؟ هو الكاذب فرعون. وقال فرعون للسحرة لما امنوا بموسى، قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. رغم فرعون عارف تمام ان السحرة دول السحرة لم يقابلوا موسى قط، هو اللي جابهم. قال اتوني بكل سحار عليم. اول ما تغلبوا قال انه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهو يعلم تمام انه ليس بكبيرهم ولم يعرفه. انما التضليل الاعلامي الكاذب، متى يتظاهر الاعلام؟ اخر شيء اختم به انا اقول الهتاف، واتمنى اخواننا يرددوه، الشعب يريد تطهير الاعلام. 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 شكرا. ثورة ثورة حتى النص. ثورة ثورة حتى النص. ثورة ثورة حتى النص. ثورة ثورة حتى النص. مصريين يا مصريين. مصريين يا مصريين. احموا الثورة يا مصريين. احموا الثورة يا مصريين. حكموا حكموا حسن مبارك. حكموا حكموا حسن مبارك. حكموا القتل المجرمين. حكموا القتل المجرمين. حكموا حكموا حسن مبارك. حكموا حكموا حسن مبارك. حكموا القتل المجرمين. حكموا القتل المجرمين. أنا عايز أقول للشيخ اصرخ بضمير إمام مسلم. اصرخ بضمير إمام مسلم. دافع عن الحرية بمجاده القرآن، واتلوا آيات ذكر الرحمن، وذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر شعبك، قل في قلبك، اصرخ بضميرك، اتلوا آيات القرآن. أنا اسمي هاشم إسلام علي إسلام، عضو لجنة فتوى في الأزهر. أنا سمعت، عشان أنا هقول لكم فتوى مهمة جدا، ويجوز قلتها الجمعة اللي قبل اللي فاتت. أنا داخل ميدان الجمعة اللي قبل اللي فاتت، فسمعت إن في فتوى صدرت من بعض للأسف رموز الأزهر الشريف، بيقول في الفتوى: ما يا جماعة تعالوا نقبل الدية ونعفي عن مبارك والجماعة اللي حواليه. أنا بصراحة غليت خلاص، قلت لهم: ليه يا جماعة؟ ده الراجل ده مسكين، هو عمل إيه يعني؟ عمل ان هو افسد شعب مصر افساد ممنهج على 30 سنة بس. سرق شعب مصر على مدار 30 سنة بس. ولا المفسدين على مدار 30 سنة بس. باع ولاء البلد للصهاينة بس. ضيع قضية فلسطين اللي هي امن قومي مصري على مدار 30 سنة بس. ضيع ملف النيل اللي هو اخطر الملفات، وخان البلد في ملف النيل لصالح الصهاينة بس. منعنا ان احنا نتكلم عن اعمار سيناء بس. منعنا ان احنا نتكلم عن اهلنا وحبايبنا في النوبة بس. منعنا اصلا ان احنا نتكلم عن اصلاح الملف الطائفي اللي احنا النهاردة بنقول مسلم ومسيحي ايد واحدة. نعم للوحدة الوطنية، لا للفتنة الطائفية. وقد اتضح بجلاء من فجر كنيسة القديسين. وانا برد على، وطبعا فساد ممنهج، التعليم فساد ممنهج فيه، الصحة فساد ممنهج، الاعلام فساد ممنهج. الازهر الشريف جابولنا نسخة مستنسخة من حسن مبارك ولبسوها عمة وكاكولا وقالوا ده الشيخ الازهر، وجابوا لنا نسخة من حسن مبارك ولبسوها عمة وكاكولا وقالوا ده فضيلة المفتي، وجابوا لنا حسن مبارك ولبسوها عمة وكاكولا وقالوا ده فضيلة وزير الاوقاف. خلاص يا جماعة تعالوا هنا. الدية تتاخد امتى؟ انا راجل بتاع فتوى. حالات القتل العادي، القتل العادي ربنا خير ولي الدم بين القصاص
او قبول الدية المغلظة مع العفو او العفو المطلق، والكلام ده راجع لولي الدم ده في الحالات العادية. لكن بقول لهم هنا يا ناس يا اللي ضللتوا الناس، يا ناس يا المحسوبين على الازهر، يا ناس يا اللي يطلع واحد ويقول انا بطالب بالعفو عن مبارك ولما يسألوه يقول لا انا الرحمة مطلوبة لكل انسان والتوبة مطلوبة لكل انسان وتتغير الفتاوى. وانا بقول للناس الازهري اسمع الفتوى، انا بقول للناس بقول لهم يعني انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. الراجل اللي طلع خطب قبل موقعة الجحش خلاص وسجدنا وناس كتيرة اتعطفت معاه ويا جماعة سيبوني اكمل فترتي وانا مش طمعان في حاجة ومش هترشح تاني واحنا كمصريين طيبين شوية وقلبنا طيب وصدقنا وقعدنا وفوجئنا تاني يوم بموقعة الجمل. خلاص فوجئنا بالتآمر ان اصدر امره للجيش بمسح ميدان التحرير بمسح بالدنات. رجل بيتآمر على شعبه، رجل بيتآمر على ثورة. خلي بالكو انا بسأل الناس بتوع اللي هم قاعدين العمم اللي موجودة عندنا في الازهر والمؤسسة الدينية، حكم الحاكم ايه اذا قتل شعبه وتآمر على قتل شعبه؟ اقول لهم انا كعضو لجنة فتوى افتي بان هؤلاء يطبق عليهم حد الحرابة، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض دول. وبعدين بقول مين اللي يحكم على دول؟ لازم تشكل محكمة ثورية من القضاء الشرفاء، محكمة مختصة بالثورة لمحاكمة هؤلاء القتل المجرمين، لان دول قلوبهم ما اتحرقتش. دول مش قتلوا بس الشهداء اللي في ميدان التحرير والشهداء اللي اتقتلوا قبل كده في سلخانات امن الدولة وسلخانات المعتقلات والسجون واقسام الشرطة، واللي قتلوهم من غير حاجة ودفنوهم ومحدش عرف حاجة، وقادتنا العسكريين اللي اتأمروا عليهم في الطيارة اللي كانت جاية من امريكا. حقا مركب لي خيرة قادة مصر العسكريين في طيارة واحدة ومتأمر على قتلهم لصالح مين؟ عبارة السلام والعبارات، دم دول راح فين؟ ودم الشهداء، وانا بقولها صريحة، دم الشهداء هو حق شعب مصر، ولن يتنازل شعب مصر عن دماء الشهداء. نطالب بحق دماء الشهداء، نطالب بحق دماء الشهداء، القصاص القصاص، لا عفو عن دماء الشهداء ابدا، ونطالب بمحكمة ثورية عادلة، لأنه من يحاكم من؟ الحزب الوطني بيحاكم الحزب الوطني، نحن نريد قضاة شرفاء مختارين، نعم، من القضاء الشرفاء الذين يحكموا في هذه الثورة. دي الفتوى اللي أنا جاي النهاردة أبلغها لكم وأكدها لكم. منتخبين يا شيخ، منتخبين، قضاة منتخبين مننا. ما احنا بنقول قضاة، قضاة شرفاء أحرار. خلي ليه؟ لأن هو من ضمن فساده دخل ضباط أمن الدولة وضباط الشرطة القضاء، ودخل ناس بالرشوة القضاء، ودخل كذا. فنريد، نحن نريد محكمة ثورية من القضاء الشرفاء الأحرار. أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم. يا قضاء يا قضاء يا قضاء يا قضاء. عندي فتنة شوية.